عيدكم مبارك، تقبل الله طاعتكم، كل عام وانتم بألف خير، ربي يمد عليكم كل سنة وكل عام بصحة وسلام. الله، ايش هالكشخة؟ كشخة العيد اشوف. يا سلام. لا انا اليوم ما لي خلق شخ، تعيبين انا اليوم حبيب قلبي، تعيبين قلبي. اي وراك شغل بعد شوي ربي حبيبتي. يا ربي حرسك حبيبتي انت. قولوا لنا شنو اجواءكم وطقوسكم اليوم؟ وين بتروحون؟ احنا شنو طقوسنا اليوم؟ احنا اليوم ما عندنا طقوس، بس موزاني مسويت لنا ذاك الريوق. لا ما شاء الله تبارك الله، شيء ما قصرت. سلم لي هالديات الحلوه. تسلم الهيادي خالتي، تسلم الهيادي. قولي لها خل خاله، ليش ما تقولي لها؟ ما تبي تقول ايش خل خاله؟ اليوم عيد. اليوم عيد. اليوم ريوقنا برعاية موزاني حبيبة قلبي. كثر الله خيرك يا الغالية. يا والله تسلم ايدك. يا الغالية يا ام الغالي. اللي ذبحتي اللي ذبحتي اللي ذبحتي. حبيبتي. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة صلاح الظاهر. بعد قلبي ما قصرت، كلك ذوق. تصدقين امس هالريال هو اهله كانوا موجودين، بسم الله عليهم. اتاري صلاح الظاهر يعني هو ريال واحد ذوق وايد، طلعوا كلها نفس الشيء سبحان الله، كلهم ما شاء الله بسم الله عليهم. لا هم يكونون كذي ايس الاهل كلهم يكونون بنفس ما شاء الله عليهم الصفه. والمعمول الأكل هذا يديتك وسويته حق منه؟ ترى قاعد أصورك، ترى أنا قاعد أصور. ما سويت شيء، قاعد أسأل. نعم بتحشين بديدة؟ أو شو راح يا بتحشين فيها؟ بتحشين فيها؟ يا ربي أنا برمضان كله ما قدرت أسوي لكم شيء، بس الحمد لله إنه يجي بريولك. يجي بريولك حق السالفة ويبتي طاري ديدة. وضيوفها اللي مو عاجبينك اللي ما تحبينهم. انا اعرفهم علشان يعجبوني ولا ما يعجبوني، قاعد اسال من بيينا. اما لا اما ما حد بييج بيينا انا وديده، لان احنا اللي تحت انت فوق. لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص اصعد فوق. لا قاعدي خليك، انا اللي بصعد فوق. مش عقله انا متعبان. مناديها علشان هي تحبك اياه. ليش يما ما عندك ايد على ايدك نبش الحنه؟ ايش مني الحين؟ اي لو انا مسويتها كان سويت لي فضيحه. من يدفع معاشها؟ لا والله. من يدفع منو؟ من يدفع معاشها؟ اي يا طيب دفعت معاشها. والله. والله العظيم براحتي انا. يا ربي انا دخل بخصوصياتك. خصوصياتك انا ادش فيها؟ لا 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 ابدا. اي لا. شو اسمه؟ ما حد دخل بخصوصيات ثانيه. إيه وبعدين لحظه انا اللي دشيت بخصوصيات الناس اللي انا ملقوف. انت مدشين بخصوصياتي ليش ان شاء الله بامارك؟ بتلاقف عليك، بتلاقف عليك. لا لا ما تلاقفين، من هذه مين اطباعك ولا انت كذي؟ الانسان الانسان يطمح للافضل دائما. والدنيا ليش قاعد تخانقيني والدنيا عيد؟ انت اللي بديت. انا ما بديت، انت شفتيها قاعد تحط لي ما ادري ايش صار فيك. انت خير وانت تحمل. الله على بر الوالدين مال موزاني. البه لا ما هذه ما هي البه. الالبه كانوا ياخذونها من شنو؟ من البه الاصخله. حليب الاصخله. تكون شنو؟ توها والده. هذه لا. هذه كذي حليب وبيض وما ادري شنو. عرفتي؟ بس ما شاء الله لذيذه 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 فعلا. تسلم ايدك موزاني حبيبه قلبي ما قصرتي، كثر الله خيرك، كلك سنع وذوق. يحرم يدياتك من النار. امين امين، يحرم يدياتك من النار، لان اللي راح تحرق يدياتك كاهي قاعده. ليش منسدح منها؟ تعال انسدح يمي. لا مشكوره. انبطح مني، خلا طبطب. شكرا. عليك. تشكر تشكر درهم. خلا طبطب عليك. خير خلص العيد. وانت من اهله يما، روح نام. روح نام. روح ريح. ايه. بس خلص العيد مو؟ لا انا الحين بروح حق خالك. زين؟ ليش تروحين خالي؟ هو عايده؟ شفتيه الاسبوع اللي طاف؟
إيه بس خلاص نفسه ما راح ما يتغير بالعيد شكله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسبوع اللي طاف رمضان الحين عيد. يعني الحين شكله بالعيد غير شكله برمضان. ما قلت عن شكله قلت بعايده. هذا بروح أبارك له بالشهر بروح عايد. ترى فرق بينهم أسبوع شنو؟ لا حول ولا قوة إلا. خليه مرتاح الريال. بتروحين تأذينه ليش؟ وإحنا بالعيد بنروح مبارك، برمضان بنروح مبارك، هالوين بنروح مبارك. هالوين؟ إيه ما صارت. أنا رحت هالوين. إيه. هو عندنا بثلاث مناسبات، العيد والعيد ورمضان. عموماً حبيبتي خليني أقول لك شيء. نعم. إذا بتكلفين وبتروحين وبتطقين درب لبيت خالي. إيه؟ أحب أقول لك إن ما أنتي شايفة شيء غير عن اللي أنتي معتادة عليه. هذا شكله. ولا تعتقدين إن سالفته بالتغير هذه سوالفة ولا في شيء راح يتغير. عرفتي؟ مشكور على التوضيح. ما حد طلب منك. قلنا لك روح نام. روح نوم نوم الظالم عبادة. روحي صعدي نامي. هو ماني نايمة. لا روحي نامي خلاص. روحي صعدي نامي. ما راح أخوي. والله. من رايحة؟ رايحة مصرة تروحي حق خالي؟ إيه مصرة. مصرة؟ إيه نعم. إيش بيفيدك فيه؟ انتش عليه. ما صارت ايش هالاخوه ها كم سنه وانتم اخوان لا صدق قولي لي كم سنه صار لهم الحين يمكن بيصير لهم 70 سنه اخوان ولي متى عاد لي متى هالاخوه وش شفنا من هالاخوه هذه كم عيد شفتوا بعض ما شبعتوا كم رمضان خلاص كم رمضان كم عيد كم صيف كم شتاء لا خالي تغير شكله ولا انت تغير شكلك علشان يعني شنو اللي بيتغير شنو السالفه اللي بتقولونها ما قلتوها من 70 سنه شنو قولي لي ابي سالفه جديده ما قلتوها من 70 سنه ماكو شو اللي طافكم ما قلتوا اصلا الحين المفروض تشوفون بعض مره كل 20 سنه لا يفرقنا عسى دوم انت يمنا شي يفرقكم ما يفرقكم شي انا وخواتي واخواني ايه؟ مو انت اللي ما عندك لا اخوات ولا اخوان والله ما حد قال تذبحين بكر ولا يبتي لي اخوان واخوات يعني اذبحها عادي بس مو بكر اي كان نطرتي على الاقل كان يبتي لي اخو واخت حسبي الله على ابليس يا رب والله يلا تصعدين ولا بتطلعين على طول ها تصعدين ولا تطلعين على طول لا بطلع على طول عباتك وين شو؟ وين عباتك؟ اهو يلا اي مو انت رايح حق اخوك اي بشوف شلون بيزفك الحين اذا تخانق معاك على اللبس اللي انت لابسته تطلعين فيه انا مالي شغل ليش انت شايف لبسي شنو؟ مستور ولله الحمد الدراعه فوقها عبات لازم ولا ثوب بخنق وين البخنق؟ انت تحلل